شاهد هذه الصور المباشرة من محيط جامعة كولومبيا في نيويورك. إذن هذه الصور المباشرة التي تظهر مشاهدينا الكرام لشرطة مدينة نيويورك وهي تقتحم جامعة كولومبيا لفض اعتصام الطلاب المتضامنين مع قطاع غزة. إذن كان الإعلام الأمريكي يتحدث عن عناصر مجموعة استجابة الاستراتيجية التابعة لشرطة نيويورك وهي تصل إلى محيط جامعة كولومبيا. أيضا كان حديث عن أن إدارة الطوارئ بجامعة كولومبيا كانت قد طلبت من الطلاب أنه قد يؤدي عدم الامتثال للأمر الإداري إلى اتخاذ إجراء تأديبي. وكذلك توقعت وسائل إعلام أمريكية CNN تقول عن مسؤول بسلطة إنفاذ القانون: نتوقع أن يكون هناك طلبا للشرطة بإخلاء الحرم الجامعي خلال ساعتين. وبالفعل الآن نشاهد عناصر الشرطة في نيويورك تتجمع بأعداد تتزايد ساعة بعد ساعة في محيط جامعة كولومبيا في نيويورك، ربما تمهيدا لفض الاعتصام بالقوة. شرطة مدينة نيويورك في خبر عاجل أيضا تقول تعتقل الشرطة تعتقل عددا من الطلبة المعتصمين في جامعة كولومبيا. إذن الحديث عن اعتقالات تسبق عملية فض ربما بالقوة في جامعة كولومبيا للمعتصمين المتضامنين مع غزة في جامعة كولومبيا. إذن هذا المشهد الذي تشاهدونه أمامكم، الصورة تتحدث. إذن نيويورك تايمز أيضا تقول شرطة مدينة نيويورك بدأت بإخراج طلاب مربوطي الأيدي من قاعة هاملتون التي احتلها المعتصمون سابقا. إذن هذا ما تتحدث عنه شرطة نيويورك تايمز أيضا عن شرطة مدينة نيويورك، وهي تبدأ بإخراج طلاب مربوطي الأيادي من قاعة هاملتون التي احتلها المعتصمون سابقا. إذن CNN أيضا الإعلام الأمريكي يتحدث عن أن شرطة مدينة نيويورك تسيطر على الوضع في جامعة كولومبيا، تعتقل عددا من المتظاهرين. إذن هذا هو المشهد، تمكنت الشرطة من دخول قاعة هاملتون التي احتلها المعتصمون سابقا. إذن اقتحام للحرم الجامعي، حرم جامعة كولومبيا، وعملية إخلاء للمتظاهرين ربما والصحفيين في محيط قاعة هاملتون التي احتلها المعتصمون سابقا. إذن ربما أيضا حديث عن أن كما تظهر الصورة، إذن طلاب المعتصمون في حرم جامعة كولومبيا يقفون وأذرعهم متشابكة مع اقتراب الشرطة منهم. إذن أذرع متشابكة كما نلاحظ في الصورة، أذرع متشابكة وحالة إصرار على الوقوف في ذات الأماكن التي يعتصمون فيها متضامنين مع غزة رافضين لفض الاعتصام بالقوة. إذن شرطة مدينة نيويورك تدخل فعلا حرم جامعة كولومبيا وسط احتجاجات مؤيدة لفلسطين. إذن نلاحظ هذه الصورة، اقتراب المعتصمين من قوات الشرطة، يتشابكون بأيديهم مع اقتراب الشرطة منهم. هنا السيارات ربما المعدة لاعتقال المعتصمين ومن يرفض الرجوع وإخلاء هذا المكان. إذن تتقاطر قوات الشرطة إلى أماكن، إلى محيط جامعة كولومبيا تمهيدا على ما يبدو من الصورة لفض هذا الاعتصام بالقوة. إذن مشهد نادر ربما في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا ونحن نتحدث عن الجامعات الأمريكية، عن الطلاب، عن الحرم الجامعي، عن هوامش التعبير عن الحرية، حرية الرأي والتعبير. إذن هناك رفض قاطع لمطالب المتظاهرين إلا في بعض الجامعات التي ربما سجلت موافقات على إجراء تصويت لسحب استثمارات من إسرائيل، موافقات جزئية، ولكن الصورة العامة تقول أن هناك رفض لمطالب المتظاهرين وإلصاق تهم بمعاداة السامية كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وأيضا تهم متعددة منها
الإساءة إلى المال العام، إلى الممتلكات العامة، معاداة السامية، وإلى آخره من التهم التي توجه إلى هؤلاء المتظاهرين الذين يتضامنون مع أهالي غزة، وتتنوع أعراقهم وانتماءاتهم. يذكر أن أيضا عددا من اليهود المعترضين أيضا على التعاطي الأمريكي مع الحرب في غزة